الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى سنن أبي داود، باب في الرضاع الكبير، كتاب النكاح، باب في الرضاع الكبير. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر الأزدي النمري أبو عمر الحوضي من الثقات. قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي صدوق متقن، وأحمد والثقة أيضا، والنسائي. قال: حدثنا شعبة، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، رأوا له الجماعة. قال: وحول الإسناد، وحدثنا محمد بن كثير العبدي من الثقات الأثبات. قال: أخبرنا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث أيضا. قال: عن أشعث ابن أبي الشعثاء سليم بن الأسود أبو يزيد المحاربي الكوفي قال: ثقة أبو حاتم الرازي، وقال نسائي ثقة، وقال عجلي ثقة، وقال ابن معين ثقة. عن أبي أبو سليم بن أسود بن حنظلة أبو الشعثاء المحاربي الكوفي، قال ابن معين ثقة، قال أحمد بن حنبل ثقة، قال العجلي ثقة، قال النسائي ثقة، وقال أبو حاتم ثقة. أبو عائشة من خيار التابعين. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، المعنى واحد، يعني أتوا بالألفاظ مختلفة والمعنى واحد. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على ما ذهب عليه المحققون من جواز الرواية بالمعنى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قال حفص، فشق ذلك عليه وتغير وجهه، ثم اتفقا. قالت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. فقال: انظرنا من إخوانكم، فإنما الرضاعة من المجاعة. فهنا في قوله فإنما الرضاعة من المجاعة، هنا المعنى الجوع، المراد أن الذي يحرم من الرضاع الطفل الذي يرضع من جوعه فيكتفي باللبن. أبو موسى الشعري قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أنه قال: لا رضاع إلا ما شد العظم، لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. قال أبو موسى: لا تسألون ما دام هذا الحبر فيكم. ابن مسعود في رواية إن رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال وأنشز العظم، في رواية وأنشر العظم، وهما بمعنى واحد، والصواب وقفه. هذا الحديث يبين لنا الرضاع، وأن الرضاع الكبير لا يحرم ولا يؤثر بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لما دخل على عائشة وجد رجلا فقالت: إنه أخي من الرضاعة. قال: انظرنا من إخوانكم، فإنما الرضاعة من إخوانكم من الرضاعة. خشيت أن يكون الرضاعة ذلك الشخص لم تؤثر، يكون رضع كبيرا، والرضاعة الكبير لا يؤثر. فقال: انظرنا من إخوانكم، يعني من الرضاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. والشاهد هنا على أن الرضاعة الكبير لا يؤثر أنه قال إنما، وإنما أسلوب حصر وقصر، إنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاع الذي يحرم ويجعل الطفل يعني من المحارم هو أن يشرب لبن، أن يمص الثدي يشرب لبنا يسد جوعه به. لذلك قال إنما الرضاعة من المجاعة. وهنا عندنا أكثر من حديث قال فيه وسلم لا رضاع إلا في الحولين، فوقت توقيتا، فأخذ بعض العلماء بالتوقيت وقالوا أي رضاع بعد الحولين لا يحرم، ورضاع قبل الحولين محرم. وبعضهم قال الرضاع بالفطام، لو فطم عاما يبقى إذن لو رضع بعدها لا يحرم، جعلوا المقياس الفطام، وهذا ليس بصحيح. وطبعا هذا المقياس فيه نظر، على أساس أنه إذا فطم فلا يسد جوعه اللبن، وهذا فيه خطأ، لأن الإنسان قال لا رضاع إلا في الحولين. نعم، ووصف وصفا ثالث في الرضاع يثبت أيضا عدم تأثير الرضاع في الكبر، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنشأ، جاء موقوفا ومرفوعا، وإن كان بعض العلماء يقول الموقوف أنسب أو أصح لابن مسعود، قال ما أنشز العظم وأنبت اللحم. في رواية
موقوفة أيضا ما شد العظمة. وفي رواية ما أنبت اللحم وأنشر العظمة. أنشر بمعنى أنشز يعني نمى، نمى ينمو، فالعظام تنمو أيضا، عظام تنمو وتقوى. وإنبت اللحم وأنشز العظم لا يكون إلا في الصغر، والرضاعة تكفي من المجاعة لا يكون إلا في الصغر. وهذه الأحاديث كلها قد تمسك بها الأئمة الأربعة على أن الرضاع المؤثر في الصغر وليس في الكبر، وأن الرضاع الكبير لا يؤثر، وأن الرضاع الكبير لا يؤثر. خالف بذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأنها تبنى، طبعا عائشة خالفت أزواج النبي جميعا بأن الرضاع الكبير يؤثر، وابن حزم أيضا قال بالرضاع الكبير يؤثر. وهذه الأحاديث التي سردناها تبين أن الرضاع الكبير لا يؤثر بالمنطوق وبالمفهوم. فبالمنطوق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا من المجاعة، مفهومه إن كان إن لم يكن الرضاع يعني يكفي المجاعة ويردها ويسد الجوع فلا يؤثر. وفي قوله ما أنبت اللحم وأنشز العظمة أو أنشر العظمة فيه دلالة على أن الكبر أيضا لا يتأثر بالرضاع. أما الذين قالوا سالم مولى أبي حذيفة، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الأبواب القادمة، لكن هذه الأبواب تبين أن الرضاع الكبير لا يؤثر، لا سيما بإنكار النبي، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن، يعني هذا رجل كبير جالس كيف رضع 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 صغيرا أم ماذا، انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. الفوائد المستنبطة: جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر. أصل الحيطة للفروج، لأن الأصل فيها المنع، إنما أسلوب حصر وقصر، إنما أسلوب حصر وقصر. لو في سؤال تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.